بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين، عاملين ايه؟ أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال. رمضان كريم عليكم. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة زينة رمضان بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش بتاخد أي وقت ولا مجهود. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. ده قماش بتبقى من متر من اي مكتبة او اي حد بتاع قماش. طبعا هو كان يعني متر على بعضه، فنقسم كده عبارة عن مربعات فيها رسومات بقى لشخصية رمضان، بكار وحسونة وطمطم وكل الحاجات بقى ومشكشك وزيج وزيجة، فكل الحاجات الجميلة دي بتاعت رمضان. فنقصتها، مخدتش منا اي وقت او مجهود، يعني يدوبك بس بقصها، بقص المربعات كده وقصنها عن بعض. هحتاج كمان عندي اي حبل موجود، عندي حبل صوف، حبل غسيل او شريط ستان، اي حاجة موجودة عندي ومتوفرة. يعني ده شريط ستان كنت شاريه من المكتبة ب3.50 جنيه، بستخدمهم عشان اثبت عليهم المربعات اللي انا قصتها من قماش الخيمية اللي عندي. وهي دي الاشكال بتاعت القماش الخيامية، كل الشخصيات بتاعت رمضان الجميلة موجودة. حسونة اللي في بكار، ودي طبعا عربية الفول وقدرة الفول، كلها شخصيات حلوة بتفكرنا دايما بالعادات والطقوس بتاعت رمضان. وهنا بوبو طمطم. احنا شايفين كده الاطراف دايما بيبقى فيها زي تمثيلة صغيرة وتقعد تتمثل كده من الاطراف عشان اسويها. طبعا بمشيها كده، بتنيها زي ما احنا شايفين اهي، بتنيها تانيتين او تلاتة، وبمشي عليها شمعة او شمعة او ولاعة عندي او ماركو، بحيث ان انا احافظ عليها من هي تتمثل بعد كده ويبقى شكلها لحد ما معقول. بعد كده هثبت شريط الستان اللي عندي، بس هسيب طبعا جزء من الطرف كده عشان هقدر اثبت بقى وانا بعلق الحبل بتاعي، هربطه في المكان اللي انا اعلق فيه، فبسيب جزئية كده وبعد كده اروح مثبتة وتانية، يعني مثبتها طبعا او مثبتة الستان واروح تانية عليه بمسدس الشمع زي ما احنا شايفين كده. تمام، احط الشمع وبعد كده هتني من فوق تانية بسيطة، بحيث اللي هي برضو ما تاخدليش من الرسمة قوية او ما تاخدش من الزخرفة اللي موجودة فوق. ممكن اثبته بدون تانية، بس التانية بيبقى يعني انسب شوية، بحيث ان انت بعد كده ممكن تعانيها وتبقى يعني ممكن تغسليها بعد كده من رمضان لرمضان وتبقى ماسكة معاكي كويس ومتين. ثبت كده الرسمة الاولانية، احط بقى الرسمة التانية واسيب مسافة كده صغيرة بينهم هما الاتنين، واحاول انوع، يعني احط مرة مربع اللي هو الخلفية بتاعته زرقاء، وهنا الخلفية بتاعته فاشية شوية. طبعا في الوان تانية كتير، انت وذوقك وعلى حسب الترتيب اللي عندي. وده هو يا حبيبي الشكل بتاعها، علقتها كده عشان تشوفوها، علقتها في المطبخ عندي عشان تشوفوها، شكلها حلو جدا وبتدي بهجة كده وحلوة قوي في اوضة الاطفال برضو لو هتعلقيها في اوضة الاطفال، يعني جميلة وبتدي بهجة وسعادة في رمضان. وهنا عملت حبل صغير كده وعلقته على شباك عندي في ماسورة الستارة، يعني مديها لحد ما تغيير وشكل حلو. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون استفدت منه وخدت فكرة لزينة رمضان. ان شاء الله اشوفك فيديوهات جاية كتير، في امان الله.